انا مسمي روحي النماله، راه النماله نتاع سيدنا ابراهيم اللي مشات وقت اللي سمعت اللي معناها نمرود باش يحرق سيدنا ابراهيم، هزت قطيره ما في فمها وماشيه، يعرضها حيوان اكبر منها عصفور كبير، قال له ماشي، قالت له مش نمشي نطفي النار على خليل الله. قام يضحك، قال لها انت مهزه قطر اللهيب وصل للسماء وانت هزه قطره في فمك. قالت له على الاقل كي يسالني ربي يقول عملت اللي في جهدي، انا ما نعمل في اللي في جهدي باش نعاون الناس اللي كي نون با لا شونس كي جيو، باش ياخذوا الكميه هذه من المعلومات ومن العلم ومن الثقافه في عده معناها ميادين وكلها مربوطه بعضها، للماء، للغذاء، لتامين الماء، لتامين الغذاء. نعتبر روحي وبما اني اختصاصي كلي هو علوم الارض، نعتبر نفسي حارسه صغيره النماله نتاع اللي تحرس في الارض وفي الموارد المائيه نتاع تونس ونتاع الارض الكل، لان ما جبدناش على حاجه اللي احنا ماناش عايشين كان بالماء نتاعنا، قاعدين نستوردوا في الماء اترافير الاستيراد نتاعنا في القمح وكل شيء. نعم، والنمله راهي مكرمه في القران. طبعا يعني طبعا هو كائن صغير ولكنه عظيم. عظيم، عنده صوره كامله. بالفعل، وعنده صوره كامله. القران دمتي النمله التي تحاول انها تغير. شكرا. الواقع وكل حارسات الارض اللواتي التقيت بهن في برنامج حارسات الارض، صدقني كل واحده فيهم قاعده تعمل في مجهود من ناحيتها، وانا عندي ايمان راسخ انه على هذه الارض ما يستحق الحياه، لانه عليها نساء كل واحده فيهم قاعده تساهم بما اوتيت من قوه، وكذلك رجالها ما يتغشوش منا الرجال، لانه طبعا حقيقه وراء الكواليس اليوم رجال قاعدين يامنوا في الحلقه هذه من حارسات الارض: رشدي خضير، وسيم جرايدي، عماد السايحي، صابرين المحيلي، وكذلك فتحيه خضير معده حارسات الارض. وانا مبروكه خضير، نقول لكم زاده كل مره على هذه الارض ما يستحق الحياه، وان شاء الله يا ربي كل واحد فينا يقوم بواجبه من اجل الحفاظ على مواردنا المائيه. مني اليكم احلى تحيه، نتلقاو في حلقه جديده في حارسه جديده من حارسات الارض، واذا عندكم نساء رائدات في هذا المجال خليونا في التعليق اسماءهن باش نتواصلوا معاهم ويكونوا هما ضيفات حارسه الارض.